دكتور فتحي، قول لي حضرتك النهارده نقابه العاملين المستقله ببنك الائتمان الزراعي ليه عامله الوقفه الاحتجاجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ممثلين لموظفي بنك الائتمان الزراعي والشركه الزراعيه على مستوى الجمهوريه، ممثله في النقابات المستقله للبنك والشركه الزراعيه التابعه للبنك. عملنا الوقفه دي، نظمناها بعد ما فاض بينا الكيل من اجتماعات متكرره مع ايمن ابو حديد وزير الزراعه الفاشل دون جدوى. هذا الوزير قعدنا معاه اكتر من 15 مره نقول كلام ونروح نشوف نلاقي واقع تاني، شغل تسكين ومسكنات فوق ما تتصور. الاغرب من الخيال ان هو يصدر لك دوري رقمه 1170 بتنفيذ بعض المطالب، تروح البنك تلاقي ورقه تانيه، يعني وزير كاذب يديك ورقه تروح تلاقي ورقه تانيه. المطالب النهارده اللي جميع العاملين بتتمثل في مطالب رئاسيه متحدده في بعض المطالب. المحور الاول هو كيان البنك والحفاظ على كيان البنك من الانهيار. كيان البنك النهارده، خساره البنك تعدت 3 مليار في مديونيات للحكومه عند وزاره الماليه للبنك لم تسدد حتى الان، حوالي 2 مليار و2 من عشرة قيمه مديونيات مبادرات الدوله بتصدرها سياسيا من اجل اصوات الفلاحين في مجلس الشعب، والمبادره دي اللي هي تيسيرات على المتعسرين لم يتم سددها من وزاره الماليه. هذه الاموال اموال مدعين، هذه الاموال اموال مدعين، والبنك كهيكل او ككيان اقتصادي لابد من ان يحافظ على حقوق المدعين. للاسف الشديد النهارده خساره البنك تعدت 3 مليار. على الجانب الاخر اداره البنك الفاشله تقول لك خساره البنك توقف اي ترقيات، اي موظف، وانت فاهم حضرتك اي بني ادم النهارده محتاج ان هو يترقى، محتاج ان هو ليه طموح يبقى حاجه معينه يترقى، لكن النهارده اما نبقى فيه حراس امن ومعاونين خدم بقالهم 10 سنين ما ترقوش بحجه خساره البنك، فاحنا ذنبنا ايه؟ احنا كموظفين نشتغل ازاي؟ ننتج ازاي؟ لو هم عايزين البنك خدمي زيه زي اي هيئه عامه في مصر يخلوه بنك خدمي، بس موظف يحصل على كافه حقوقه الماديه. ادي نقطه. النقطه الثانيه، عندنا الشركه الزراعيه دي الباب الخلفي لما يحبوا حد يجاملوه بعد ما يطلع معاش ينقلوه الشركه الزراعيه. الشركه الزراعيه النهارده اتنقل اصول البنك، اصول من البنك ليها في 2012 بمليار و300 مليون. النهارده الشركه بتشرع في بيع هذه الاصول دون رابط ودون رقيب ودون اي جهه بتراقب عن القصه دي، في حين ان الشركه اصلا مش من حقها ان هي تبيع طبقا للقانون اللي تم انشائها من اجله. احنا بنطالب بالنسبه للشركه الزراعيه حاجه من الاثنين، حاجه ان يضم الشركه الزراعيه لقطاع الانتاج والتخزين من البنك، ونقل 300-400 موظف، مش كتير اما يجوا قطاع الانتاج والتخزين للبنك ضمهم للبنك بكافه درجاتهم بنفس درجاتهم الوظيفيه والماليه، او نقل قطاع الانتاج والتخزين من البنك الى الشركه ونفصل العمل المصرفي عن عمل الانتاج والتخزين. وفي الحاله دي برضه لابد من تامين 300 موظف اللي مش معروف لهم اي هويه ولا معروف لهم اي حاجه، شغالين ومش عارفين هم اذا كانت الشركه دي قطاع خاص ولا قطاع عام، وهم متعمدين يوصلوا حالهم لكده. الامن الوظيفي للعاملين اهم من اي حاجه، اما يبقى موظف قاعد مهدد ومش مستقر في شغله دي اخطر حاجه ممكن تقابلنا. فاحنا بنطالب الشركه اما تعود للبنك بكافه اصولها ونقل العاملين من الشركه للبنك، وبعد كده اعاده تكليفهم لو هينقلوا قطاع الانتاج والتخزين للشركه. مين في ايده القرار ده؟ مين يقدر ياخد القرار ده؟ القرار ده قرار بسيط، قرار محتاج قرار اداري، مش هو اولا مش يعني مش اولا قرار من وزاره الزراعه ولا قرار من رئيس البنك أي لا كده. اولا هو قرار الجمعيه العامه للشركه هي نفسها اعضاء مجلس ادارات وجه بحري وابلي والبنك الرئيس، فالناس دي اساسا وجودها مش هتعمل حاجه، لان هي لما نيجي النهارده نقول نضم الشركه يعني مديرين العموم اللي تعينوا اللي هم العواجيز الكراكيب اللي فوق 60 سنه اللي دمروا الدنيا، احنا نستفيد بخبرات بعض الناس مش الاشخاص اللي فشلوا الشركه وخلوها خسارتها وصلت ل 55 مليون جنيه، لانه ما بيخطئهم في حساب معدل خسائر الاستقلال، في حاجات معينه نسب معينه ما بيحسبوهاش صح علشان يبينوا ان الشركه كسبانه. ادي نقطه. القرار قرار اداري بعد حل مجلس اداره الشركه وحل مجلس اداره البنك. صدر قرار تكليف لعطيه سالم، استاذ عطيه سالم رئيسا لمجلس اداره البنك كتكليف قائم باعمال. استاذ عطيه سالم لو جابوا ملك من السماء للبنك في ظل وضعه الحالي لن ينصلح حال البنك. البنك محتاج هيكله ماليه واداريه، بدون ذلك لن لو جابوا ملك من السماء للبنك مش هينصلح حاله. دي النقطه، المحور الاول هو اصلاح الكيان الايه؟ البنك. النقطه الثالثه باصلاح كيان البنك برضه في المحور الاول انا اسف نسيتها، تعديل صدور مرسوم بقانون من السيد المستشار عدل منصور بتعديل قانون البنك، واحنا مجهزين مقترح القانون. مقترح القانون ده من اجل خدمه الفلاح عشان ما حدش يقول ان احنا عايزين نبقى بنك استثماري،
عايزين في القانون بنقول ان احنا نكون خاضعين لرقابه واشراف البنك المركزي المصري، ولكن نكون ملتزمين بتنفيذ السياسات الزراعية، وبشرط ان اي مبلغ هيتم اعفائه عن الفلاحين الدولة ووزارة المالية تلتزم بسداد هذه المبالغ. فاحنا ومقترح القانون موجود. النقطة الثالثة دي طبعا دي هتبقى تابعة لتعديل القانون، دمج الثلاث بنوك ابلي وبحري والرئيسي وعمل وحدات الفروع اللي تكون وحدات انتاجية، لان احنا عندنا الموظف بيشرف على موظف، يعني عندنا حته الاشراف كبيره جدا يعني. فاحنا عايزين الهيكله عشان عن طريق الدمج المصرفي للثلاث بنوك يكون كل بنك فرع لبنك رئيسي واحد، ده هيقلل نسبه المصروفات. النقطه الثانيه تنفيذ بنود الدوري 30، يلا عشان العمليه تنفيذ بنود الدوري 30 في 2011 اللي هي خاصه بمطالب العاملين، ودي 11 بند لم ينفذ منهم الا بند واحد. السؤال، هل ممكن لو انا عرفت ان الاستاذ عطيه سالم حدد لكم ميعاد وعشان يلتقي بكم؟ احنا هنقعد معاه بس الاستاذ عطيه سالم مش هينجح لوحده، احنا عارفين الكلام ده. انا ما اعرفش هو كويس ولا وحش، انا كلمته النهارده وقال لي ان هو بيرحب بيكم وعلى استعداد ان هو قراراته هي اللي هتبان، لكن هو مش هينفع له، هو لابد من اعاده حل مجلس الاداره بالكامل، لان الناس اللي معاه تبع، انت عارف البطانه حضرتك، ما هو جه رئيس واتشال رئيس. العمليه ليست تغيير اشخاص، الموضوع تغيير اشخاص وسياسات.